مدينة بديات عاجلة، أبو عمرو أبو سلطان والشاجع الأسد ورمز الشجاعة والرجال المناضلة، أسد من أسود الله ودع لنا الأبد ونال الشهادة وارتقى خير منزلة. كسيدا كلمات الملازم عادل محمد الأشول من أبناء عزلة الشرف مدينة المخادر محافظة إب، القاب على استشهاد أخوه المقفول بإذن الله شهيد الوطن والواجب النقيب خالد محمد الأشول الذي استشهد بمدينة إب، كما يشكر العقيد البطل محمود الأسد مدير البحث محافظة إب وأخيه البطل المناضل عبد السلام الأسد مواقفهم الوطنية المشرفة. بعنوان فراق الشقيق تحيات الشعر المعروف أبو علي مصطفى الفيصل يقوم بلاد الشعر فايز أبو شمس شارك مع سعود أبو خليل عبد الفرحان وبيقع زبيد تسهيلات الفائز دمع.
رجال المقاتلة ونار العصابة فوقهم مثل ما البرد وقام البطل هجوم بهجمه مباسلة زعيم العصابة سوى في قبضة الأسد وخالد مع الأفرع ذل الطاق محملة رأى القنبلة خالد مع الوصل واستعد وما كان جنبه كل للأفراد الزلوة وقال بعدو واللص والله ما شرد وبالروح أفديكم وللشعب أبذله ونال الشهادة فأرق الروح للجسد هنيئا لخالد بالشهادة يحق له ومن بعد خالد جف للعيان ما رقد فضل بان واصله ويا والد احمد ربان الوالد الاحد ويا والد احمد من الله لقبله بخالد نعم قلت افخار وطيلة رجال نحمله أخي ياسر المغوار والدعم والسند في صبرك على مدوى دار الله ونزله ويا أخي أمين الصبر خفف من النهد ودنيا قليلة كل لها الناس راحلة ويا أولاد خالد ووعد عادل لكم شما قلت وفعل وما مات أبوكم دوام وعمامكم تجد وعودي لكم والحب ضوى العهد والصلة ومن بعدها يا راجس يشل اعتمد سلامي وشكري خاص لازم توصله سلام للأسد محمود أسد واسمه الأسد ورمز النشامة والرجال المناضلة جميلة بقلبي ما انتاسي جملة العبد وعبد السلام لا يمكن انسى جمايله عيال الاسد انتم لنا الفخر بالبلد تحيه لكم من داخل القلب عاجله وصلوا على المختار من هو لنا رشد ومن رسله ربي وبالخلق فضله تواصل مع فايزر والشمس على هاتف 7216 4090 او 7111 5040.